هاي. طبيب أسنان عملية شائعة بطب أسنان العام وخصوصا بمجال تجميل الأسنان. فمع تقدم الإنسان بالعمر بيتغير لون أسنانه بسبب التغييرات بالتركيبة المعدنية للسن وبسبب الأكل والدخان. في عدة طرق لتبييض الأسنان مثل أشرطة التبييض، قلم التبييض، جل التبييض والتبييض بالليزر يلي بيتم عن طريق الضوء بعيادة الأسنان للحصول على نتائج أسرع. التبييض بالبيت بيتم عن طريق وضع جل التبييض على الأسنان داخل قالب بيتم تحضيره على قياس أسنان. بعض الآثار الجانبية لتبييض أسنان: حروق كيماوية، البياض الشديد للأسنان، عودة أسنان للونها الطبيعي، وجع بالأسنان وخاصة أسنان الحساسة، احتمال زيادة الحساسية على السخن وعلى البارد، زيادة خطر الإصابة بسرطان اللسان. كما أنه تبييض أسنان مش مفضل للأشخاص اللي تحت 16 سنة لأنه أعصاب أسنان تستمر بالنمو قبل هالعمر، والتبييض بيأثر على العصب وهو ممنوع أيضا بحالة الحمل. مين قال كلنا بنحلم بهوليوود سمايل؟ أنا قال شوفكم بكره.